أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض دجاج بانيه أو شنيتزل الدجاج. رح نعمله بطريقة كتير طيبة، بس اليوم رح نعمله بفخدة الجاج. بفخدة الجاج من تحت، يعني درومستريكس، يعني جرس الجاجة. رح نسحبها مع بعض بكل سهولة وأفرجيكم كيف نعملها. تطلع بتقرش، بتشهي، تيري كرانشي ومستوية من جوا ودايبة دوب. خلينا نشوف مع بعض كيف نعملها ويلا بينا. مقاديرنا اليوم موجودة على الشاشة وتقدروا كمان تشوفوها بصندوق الوصف، بس عشان تنجح معكم الوصفة تقيدوا بالمقادير واكتبوا لي كومنتاتكم بس تنجح معكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب إذا بدكم ننجح مع بعض وبدكم وصفاتي تطلع لكل العالم والناس تشوفها، وانتو كمان تكونوا أخدتوا ثواب إنكم نشرتوا هالوصفات. اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. كمان وصفاتي بتلاقوهن على جميع صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. هنشوف كيف نعمل الوصفة ويلا بينا. أول شي بدنا نسحب عنا الجاج. الجاج زي ما انتو شايفين انا جايب بس الدرومستيكس، او خلينا نقول الجرس تبعت الجاجة او الاجر من تحت. انا بدي اسحبها معاكم ونشوف كيف نعملها مع بعض. انا مش رح اشرح كتير، خلينا نشوف مع بعض كيف نعملها. من بالسكينة تكون حامية، نفتح الجرس ومنحاول نقيم العظمة عن اللحمة بكل سهولة بأصابعنا مش بالسكينة كتير. بعدين منجيب مقص ومنقصها من فوق. شايفين كيف طلعت معنا بكل سهولة، ما فيها غير عظمة واحدة وهاي منقدر نقيمها بالسكينة وبإيدينا. شايفين هدول الفتافيت اللي بتكون بالعضلات تبعت الإجر، منقصهم بالمقص، أسهل شي منقيمهم بهاي الطريقة. بتحبوا تخلوا الجلد عليها بصير، بتحبوا تقيموا الجلد عنها برضو بصير. هاي كمان حبت بعملها معاكم. شايفين فتحنا الفخدة بكل بساطة، منعري العظمة من اللحمة، سهلة جدا جدا. شايفين منقيم اللحمة ومنمسك العظمة بإيدنا، ومن طرف العظمة منقيم اللحمة التحتانية. شايفين صار عنا عظمة واللحمة لحال. بكل بساطة بالمقص منقص القطعة الفوقانية، سهلة جدا جدا. شفتم أحلاها؟ صارت العظم لحال واللحم لحال، كتير طيبة. نرجع منقص هدول الأربطة تبعت العضلات تبعت الإجر، سهلة جدا جدا. طلعت عنا لا في عظمة لا في ولا شيء، كتير مخلية. تقدروا تخلوا الجلدة وبتقدروا تقيموها. شوفهم أشلبهم بشهوا. هلا بدنا نحضر الخليط بنعمل فيه كوتينج للجاج. هلا الطريقة التقليدية انه نحط طحين، بيض وبقسماط. انا بسهل على حالي، بخلط البيض مع الطحين مع البهارات، بعمل باتر خليط، بيطلع اطيب ازكى، وبياخد بقسماط اكتر، بتطلع الاشي بيقرش اكتر. انا عندي هون بيض، كسرت البيض، حطيت عليه بهاراتي اللي هي بابريكا، فلفل أسود، ثوم مطحون وملح. بحط الأنواع نفسها في البيض وفي البقسماط. البقسماط اللي هو الأرشلة، بس أنا هون بدي أعطيكم هند. في بالسوق أرشلة يابانية اسمها بانكو، بانكو كرومز. هاي بتعطي قرش خيالية، فأنا بخلط منها شوي البانكو مع بقسماط عادي، بخلطها كتير منيح، وهي اللي بستعملها في الكوتينج. عندكنش بانكو بتقدروا تستعملوا البقسماط العادي برضو بصير، لكن هذه البانكو بتعطي قرش غير شكل، وهي حبتها كبيرة، مش سهل انها تلزق على قطعة الدجاج، عشان هيك رح نصير نكبسها، لكن هي بتعطي قرش كتير طيبة. هلأ الباتر خلطنا كله مع بعضه، حطينا الطحين، حطينا البهارات، حطينا البيض، منضلنا نخلطهم كتير منيح. تقدروا تخلطوهم بشوكة، بمضرب سلك اللي بدكم اياه. شايفين كيف الخليط
صار عندي بشهي، لا هو كتير سائل ولا هو كتير جامد، عشان لما أنا أحطه على الجاج يمسك عليه ما يسحل عنه بكل سهولة. برضو البانكو كرامس أو البقسومات خلطهم مع البهارات، وهلأ بدنا نعمل الكوتينج. شقفة الجاج زي ما انتو شايفين بغطسها بالخليط وبقيم الزايد وبحطها في البقسومات، وبالإيد نظيفة بحاول أحط عليها البقسومات وبكبس على قطعة الجاج، لأنه هذا البقسومات أو القرشل اللي عنا خلينا نسميها بلغتنا أو فتات الخبز هو شوي خميل شوي كبير، فبده كبس عشان يلزق عليها وما ينزل منها بكل سهولة. لو إنه ناعم دغري بيلزق لأنه في سائل مع الهذا. شايفين ما أشلبها كيف طلعت؟ هي كمان حبة بكل سهولة منغطسها في كل الخليط اللي عنا ومنتخلص من الزايد. شايفين ما أحلاها؟ نحطها دغري في البقسومات. وبيدنا نضيفة منغطي قطعة الدجاج ومنكبس عليها كتير منيح، نكبس عشان يلزق، نكبس عليها كتير منيح عشان يلزق كتير منيح عليها فتات الخبز أو البقسومات أو البانكو كرامز. خلصنا الكمية. بكل بساطة منحط قلاية فيها زيت نباتي، منحميه كتير منيح، ومنبدأ نحط حبات الجاج اللي عندنا أو قطع الجاج. سهلة جدا، تقدروا تعملوا. شايفين قديش الزيت حامي؟ هلأ بنعطيها دقيقة، بعدين منوطي الزيت على دار متوسطة. هلأ الزيت كان عندنا حامي، أخذ حماوته، أخذ الحم تبعه كتير منيح، ودرجة الحرارة تبعته كانت ممتازة. بس حطينا قطع الدجاج وعطيناه كمان دقيقة عشان ما تنزل درجة الزيت وما تشرب الدجاج زيت، منوطيه على المتوسط عشان يستوي الدجاج، وإلا إذا خليناه على درجة حرارة عالية بينحرق الفتات الخبز أو البريد كرامز أو البانكو، بينحرق بدون ما تستوي الدجاج. لا، إحنا بدنا نخليه يستوي كتير منيح من جوا. شايفين؟ بس شفنا طرافها بدأت تتحمر منقلبها على الشقة التانية أو الجهة التانية عشان تاخد الجهة التانية استوى، ومنضلنا نقلب فيها لتاخد لون اللي احنا منحبه ونتأكد انه الجاج استوى. هذا اللون لسه مش مستوي، هذا لساته أشقر كتير لذيذ، لكن مش هذا اللون اللي احنا بدنا اياه. فزي ما قلت لكم منضلنا نقلب فيها كتير منيح عشان بالآخر تستوي الجاجة ويكون تحمر بطريقة كتير لطيفة وزاكية، وعشان كمان ينقلي ويصير بقرمش. شايفين ما أحلاه؟ الزيت كمان مبين معنا انه مش كتير حامي ودرجته مش كتير عالية، على المتوسط بس ياخد لون، منرفعه ومنحطه على شبك، ما منحطه على ورق عشان يضل يقرش. هيك بشهي. شوفوا هاللون اللي وصلنا له، هذا اللون اللي احنا بدنا اياه، منظر خيالي، طعمه بتشهي. شوفوا من جوا كيف مستوي وبيقرش بطريقة خيالية، والجاج الفخدات دائما بتكون أطرى من الصدر مش ناشفة، فبتقدروا تستخدموه بكل سهولة. وزي ما فرجيتكم كيف بتتسحب، كتير طيبة، شوفوا من جوا كتير مستوية. وصفتنا بتكون هيك خلصت، لازم تجربوها، أكلة كتير سهلة. بتقدروا تبلوا الجاج وتحطوه بالتلاجة، وأنت ما بدكم تقلوه بيكون كتير سهل. جنبه بطاطا مقلية بتشهي، عصرة ليمون، أي نوع صوص بتقدروا تحبوا تستخدموه استخدموه، كتير طيب، جربوها وقولولي. وهيك وصفتنا بتكون خلصت مع بعض، وصحتين وألف عافية. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل لأكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، مع
بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.